منذ إعلان تنظيم داعش سيطرته على مدينة الموصل العراقية وامتداده بمحاذاة الحدود مع الأردن، اتخذ الأردن سلسلة من الإجراءات الوقائية لأي خطر أو محاولة تسلل مسلحة لاختراق حدودها الممتدة مع العراق على طول نحو 181 كيلومترا، وتنوعت المسارب التي اتخذها الأردن في تعامله مع الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المدن العراقية، خاصة تلك المتاخمة لحدوده، ومن ذلك إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش. مواطنون أشادوا بالقوات المسلحة وثقتهم العالية بها تحت القيادة الهاشمية الحكيمة في ضبط أي متسلل أو تهديدات توجه للأردن، معتبرين أن هذه التهديدات قد تزعج لكن لن تؤثر على منظومة الأمن والأمان التي يتميز بها الأردن. تهديدات داعش بالنسبة للحدود على الحدود الأردنية طول موجود، الجيش والأجهزة الأمنية موجودة عندنا والشعب متماسك، ما بيعمل لا تهديد علينا ولا بخوفنا، لأنه إحنا شعب متماسك بغض النظر إنه كان في دواعش على الحدود ولا ما في. والله سمعنا إنه في مناوشات وفي ضرب ودنيا، ولا ذاك سليم الحمد لله. وتقدم الجيش. وتقدم الجيش، ما هو جيش أبطال، ما به يعني بعتد أحد ولا ما يحزنون. أكيد 100% جيشنا قوي والحمد لله، وتدريباته جيدة وحراسته للحدود جيدة وحبه للوطن كبير جدا، وكل شيء تمام بالنسبة للجيش. لا لازم نأخذ التهديدات محمل الجد ونهتم، بس إنما يعني ما يعني هذول جماعة ما بيخوفونا، عندنا جيش قوي والحمد لله وكل شيء تمام. والله يعني هاي تهديدات حقيقية موجودة على الحدود يعني، ولازم يعني كل البلد يوقفوا مع الجيش وقواتنا المسلحة للوقوف ضد هذه يعني الجماعات الإرهابية هاي، وهي حماية للجميع والوطن يعني. والله الله يقويهم ويزيد من همتهم ويزيد اهتمام الناس والملك والمجلس النيابي فيهم ويعطوهم اللي بيستحقوه وزيادة. والله يا أخي طالما بقيادة الملك والقيادة الحكيمة الموجودة هنا فلا خوف يعني من هالتهديدات هاي، لأنه لا غبار يعني لا تشكل أي شيء يعني صراحة. طول عمر الأردن وشعب الأردن لا يعتمدون إلا على الله أولا ثم على أنفسهم ثانيا، والشعب الأردني جميعا يصطف رفيدا وداعما لقوات المسلحة التي تسهر الليل والنهار وتؤدي الواجبات على خير ما يرام، لا نخشى لا من داعش ولا من غير داعش. إن شاء الله إحنا مأمنين بكل حاجة، ولا تهديدات ولا حاجة، هذا كلها عابرة. الجيش الحمد لله رب العالمين، الحمد لله دائما على هوبة الاستعداد، ومش نفوت عليهم في كل شيء بدهم يأخذوه. الحمد لله يعني احنا جيشنا قوي وحدودنا آمنة، و يعني الأخبار بتذيع شغلات بس مرات ما بتكون صادقة، ما بتكون مضبوطة يعني، وإحنا بأمان والحمد لله يعني ما في عنا مشكلة. ما بزو يعني مش راح تطول من الأردن، لأن الأردن كلهم شعب واحد متحدين حول القيادة وشغلات زي والجيش طبعا.